خلينا نطمن على منتخب المغرب اكتر ونطمن على منتخبنا العربي. معانا استاذ عادل رحموني الناقد الرياضي المغربي من قطر، اهلا بيك يا فندم. مرحبا بكم ومرحبا بكل مشاهدي قناه الزمالك. يعني طمنا على استعدادات منتخب المغرب امام البرتغال، وهو اللقاء بمثابه حلم لكل العرب. أولا بعد المباراة القوية والعرض الجميل الذي قدمه المنتخب الوطني المغربي ضد منتخب الإسباني، دامت المباراة 120 دقيقة وكانت قوية جدا. هذا ما جعل نوع من يعني التعب على اللاعبين، وهذا ما جعل كذلك المدرب وليد الركراكي أن يخلد اللاعبون بالأمس إلى الراحة، وبعض اللاعبين الذين توجهوا إلى الطاقم الطبي من أجل إعدادهم بسرعة للمباراة الحاسمة ضد المنتخب البرتغالي، وبالتالي بالأمس لم يجري المنتخب الوطني أي حصة تدريبية. اليوم بدأت حصة تدريبية بداية من الساعة 6 بالتوقيت القطري، 5 بتوقيت القاهرة. هذه الحصة طلب من خلالها وليد الركراكي عدم حضور أي صحفي أو أي إعلامي بما فيهم نحن كذلك الإعلاميين المغاربة، لم نحضر هذه الحصة التدريبية بملعب استاد الدحيل، وبالتالي كانت حصة مغلقة. على أي غدا إن شاء الله هناك مؤتمر صحفي بداية من الساعة 2 بالتوقيت القطري، 3 بتوقيت القاهرة، حيدوم تقريبا نصف ساعة. سوف نطلع رسميا على ما يقع داخل كواليس المنتخب الوطني المغربي، على أن تجرى حصة تدريبية بداية من الساعة 6 بتوقيت قطر، الساعة 5 بتوقيت القاهرة غدا، وهي آخر حصة تدريبية قبل مواجهة البرتغال. الأصداء القادمة الآن من المعسكر المنتخب الوطني، فقط ربما نايف أكرد هو اللاعب الوحيد الذي قد لا يكون جاهز في مباراة البرتغال، بينما باقي اللاعبين أعتقد أنه رسميا سوف يكون هناك حضور لكافة اللاعبين. وبالتالي لا نعلم على أن وليد الركراكي له انضباط يعني صرامة تكتيكية في جميع المباريات التي واجه من خلالها بلجيكا مثلا وإسبانيا، حيث ترك نسبة امتلاك الكرة للمنتخب الإسباني ولكن بدون أي خطورة كبيرة، اللهم محاولتين أو 3 محاولات للمنتخب الإسباني الذي كان فيها خطيرا، بينما جل أشواط اللقاء كان قوي جدا اللي فات، والشوطين هيأثروا بدنيا، بس نأمل ده ما يحصلش. يعني الحقيقة كانت مباراة قوية جدا، شاهدنا المنتخب المغربي أمام منتخب إسبانيا، بس أنا شايف وكل الوطن العربي شايف إن مباراة المنتخب المغربي أمام منتخب البرتغال مش هنقول إن هي سهلة، بس أقل شوية صعوبة من مباراة إسبانيا، ولكن كمان شايفين احتفالات الجمهور المغربي في كل مكان الوطن العربي. ولكن عايز اسال حضرتك برضو، هل منتخب المغرب قفل على نفسه وخلاص اللي حصل اللي عملناه والانتصار والتاريخ اللي كتبناه بايدينا نرميه ورا ظهرنا ونركز في الانتصار اللي جاي ان شاء الله هيبقى تاريخي لمنتخب المغرب؟ يعني عايزين نعرف من حضرتك اكتر ولا الفرحه دي ممكن تاثر على التركيز؟ لا، هو وليد الركراكي يعني بعد نهايه المباراه قال بانه هذه الافراح سوف نغلقها تماما بالنسبه للاعبين، لأن من حق الشعب المغربي والعربي أن يفرح. صحيح. حتى 3 أيام حتى قدوم مباراة البرتغال، ولكن وليد الركراكي حريص على هذه المسألة، قال بأن الأفراح مجرد الدخول إلى مقر الإقامة بعد العشاء وإخلاد اللاعبين للراحة، سيتم إغلاق ملف إسبانيا نهائيا وسوف يتم التركيز مباشرة على مباراة البرتغال. نعلم على أن عامل التحفيز الكبير للاعبين خاصة بعد خروج عاهل المملكة المغربية صاحب الجلالة طبعا الملك محمد السادس إلى الشارع وهو يرتدي قميص المنتخب، ده كان بصراحة فيديو قوي جدا جدا، وكل الشعوب العربية احتفلوا بشكل كبير. نتمنى بطولة قوية، نتمنى انتصار عربي قوي
أمام منتخب البرتغال، كل القلوب العربية مع منتخب المغرب. شكرا جدا لحضرتك أستاذ عادل، وإن شاء الله القادم أفضل لمنتخب المغرب.